لا يظهر النزاع في اليمن أي مؤشرات حقيقية على الانحسار، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة. في صنعاء وخلال الأيام الماضية وصلت عشرات من الجثث التابعة لمقاتلين حوثيين جاءت من جبهات القسال، أغلبها تعود لمقاتلين من صرخان وبني حشيش وكذا الخيمة التابعات لمحافظة صنعاء، قادمة من جبهتي صرواح وكذا الساحل الغربي، لتتواصل بذلك وتمتلئ ثلاجات الموتى في مستشفيات عدة سواء في صنعاء أو المناطق الخاضعة لسلطة ميليشيات الحوثي. في المقابل يزداد التحشيد الحوثي والدفع بالمزيد من المغرر بهم من أبناء القبائل إلى محارق الموت. على الجانب الآخر، جابت العديد من العربات الحوثية قرى ومديريات محافظة صنعاء بحثاً عن مواطنين لإحياء احتفالهم بعاشوراء بعد ضعف الحضور الجماهيري الذي ظهرت فيه بعدد باهت جداً، نظراً لمعرفة المواطنين بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية الساعية لحكم اليمنيين تحت مسميات طائفية لا وجود لها من الأساس. الجدير ذكره أن الحوثيين صرفوا مبالغ تزيد عن مليار ريال للاحتفاء بهذه المناسبة، بينما الشعب يتضور جوعا بعد قطع الميليشيات الحوثي لمرتبات الموظفين منذ أكثر من 5 سنوات. لا يبدو أن عجلة الانفلات الأمني في تعز ستتوقف قريبا مع استمرارها بالتوسع يوما بعد آخر في ظل غياب شبه كلي لأجهزة الأمن المختلفة. تتنوع مظاهر الانفلات الأمني في المدينة بين عمليات الاغتيال وكذا قطع الطرقات والاشتباكات المسلحة بين رفاق السلاح في الأماكن العامة وكذا السطو على ممتلكات عامة وخاصة. سنتناول الكثير، لكن بعد أن نستعرض وإياكم أهم عناوين الحصاد لهذا الأسبوع. مسيرة رافضة للانفلات الأمني في محافظة تعز. مواكب الموتى الحوثية تؤكد مدى استهتار الحوثي بأرواح اليمنيين. وعاشوراء مناسبة دينية تستخدم للتحريض السياسي. حياكم الله من جديد. إذن مسلسل الانفلات الأمني ما يزال يكتنف المشهد في تعز الذي باتت بؤرة واسعة، ليس للفساد المالي والإداري والسطو فقط، بل سلسال دم يطال كل من طالب بحقه. في سياق التقرير التالي نستعرض مسيرة راجلة نددت بنهب المؤسسة العسكرية في تعز لممتلكات محمد مهدي وقتله بعدما رفض التنازل عن حقه. أخي مات، أخي مات، نسمع صوته يزيع، أخي مات، مات ظلم. سرقوه وحين طالب بحقه قتلوه. ملخص قصة المدني محمد مهدي في تعز الذي تم الاعتداء على ممتلكاته قبل أعوام، وعلى حين ساعة غدر تم قتله بدم بارد لإغلاق ملف القضية كما يتوهم البعض. يذكر أن محمد علي قعشة وهو من أبناء محافظة إب تم السطو على فلتين تابعتين له وعمارة وكذا نهب معدات بناء ثقيلة في مدينة النور من قبل عسكريين محسوبين على اللواء 17 مشاه جبلي. خرج يشتري لبنته زبادي تعبانة، يعني تعدوا له بنص الطريق وقتلوه. ليش؟ خلاص قتلوه، ظلم ثاني، ما خلوش احد يسعفه، دمه مسفوك بالارض وهم يشوفوه ينتع ينتع ينتع. لما شافوا خلاص انتهى، يلا اسعفوا. بعد هذا كله عادوا يزيدوا افتروا عليه افتراءات لا ترضي الله ولا باطل، يعني ماتوا تزايدوا يدعسوا. اش من ظلم، اش من افتراء. ومن باب ردة الفعل، محتجون غاضبون نفذوا مسيرة في تعز من جولة وادي القاضي حتى مبنى السلطة المحلية، رافعين اللافتات والهتافات المعبرة عن غضبهم والهادفة إلى تسليم القتلة كمطلب أول والمحاكمة العادلة. ويأمل المحتجون من السلطة المحلية أن تنظر إلى حالة السطو التي تطورت إلى قتل بإخلاء المنازل المنتهكة حرمتها من أفراد وضباط اللواء 17 مشاة جبلية. سمعنا إطلاق رصاص، خرجنا
نشوف ايش اللي حصل. وجدنا ان محمد مقتول والمتهمين افراد من اللواء 17 او يتبعون موقع الدفاع الجوي. المسيرة انتهت بوقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز المؤقت. هذا ويذكر أن السلطة المحلية إلى اللحظة لم تتجاوب مع هذه الجموع، بل أن هناك صمتا مقيتا يتم التعامل به، وبحسب مصادر محلية أن هناك ماكينات إعلامية تحاول أن تشوه محمد مهدي بعدما تم قتله ليقتل مرة أخرى بضياع قضيته والسطو الذي حصل على ممتلكاته، ضياع فعلي في دهاليز معاملات السلطة المحلية التي لم تنصفه حيا. تعز تعيش حالة من الانفلات الأمني الذي وضعها كمدينة محررة في أبشع صورة، بشعة ناتجة عن صراع الفصائل داخلها، وكذا محاولة السيطرة الحزبية على مقاليد الحكم فيها بإدارة المحافظة بشكل ذاتي بعيدا عن شكل الدولة الذي تبدو هي الحاضرة بصورة الرئيس في المباني الحكومية والغائب الفعلي في التعامل مع المواطنين. تواصل ميليشيات الحوثي دفن جثث قتلاها من جبهات عدة، فيما أعداد كبيرة منها لا تزال في ثلاجات المستشفيات. عشرات الصناديق المحملة بجثث الميليشيات الحوثية وصلت إلى صنعاء وحجة وإبوال محويت قادمة من مختلف الجبهات بعد تلقيها ضربات موجعة. الميليشيات منيت خلال الأيام القليلة الماضية بخسائر فادحة في العدة، فقد بلغ عدد قتلاها 614 متحوثا، وعدد المصابين 1254 مصابا في مختلف الجبهات. والأشد من ذلك تمثل في مصرع قيادات ميليشياوية بارزة، وبحسب راصدين كل هذه الأرقام تم تشيعها والإعلان عنها من قبل إعلام الميليشيات التي تحاول تحويل هزيمتها إلى نصرة بجنازات تفضح خسائر الحوثي وبسالة الأبطال في الجانب الآخر. هذه المشاهد تكشف جانبا من الخسائر البشرية التي تتكبدها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشكل يومي في معارك الساحل الغربي ومارب والجوف والبيضاء وصعدة، والتي تحاول التغطية على هذه الهزائم النكراء بالترويج لانتصارات زائفة والتغرير بأبناء القبائل في مناطق سيطرتها للالتحاق بمحارق الموت الحوثية. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لموكب طويل من السيارات تحمل جثث عدد من قيادات ومقاتلي ميليشيات الحوثي الذين لقوا مصرعهم في المعارك الدائرة في جبهات عدة. استعادت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل مواقع عدة في محافظتي البيضاء والجوف في الوقت الذي تدفع فيه الميليشيات الحوثية بعناصرها إلى محارق الموت وتزج بهم إلى معاركها العبثية التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل سوى العودة على صناديق الموت التي لا تتوقف في مناطق سيطرة الحوثيين. تتدافع عناصر الميليشيات الحوثية صوب محارق الموت في مختلف جبهات القتال وفي مقدمتها البيضاء والجوف التي تشهد جبهاتها احتداما في المعارك، وتتساقط على جبالها ووديانها وصحاريها جثث الميليشيات بالمئات. فالانتصارات التي تسطرها القوات الحكومية وأبناء القبائل تتسطر مواقع التواصل الاجتماعي في ذات الجبهتين. ففي محافظة الجوف التي تدور فيها معارك ضارية أحرزت القوات الحكومية المسنودة برجال القبائل تقدما ميدانيا، وكسرت هجوما شنته ميليشيات الحوثي في جبهة الحبيل شرق بئر المرازيق، وتمكنت في هجوم معاكس من دحر مسلحي الميليشيات من عدة مواقع والسيطرة على مواقع الكدادي والمرباخ وعرق الحبيل والرخة وعرفان شرق بئر المرازيق، وسقط على إثرها قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الميليشيات. أما شرقي مديرية الحزم فقد دارت معارك عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثية، تم خلالها تنفيذ عملية التفاف ناجحة على الميليشيات وتكبيدها خسائر بشرية
عسكرية واستعادة 6 أطقم عسكرية بسلاحها وأسر من كانوا عليها. جبهة العلم هي الأخرى شهدت معارك محتدمة تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر بالعشرات، حيث كسرت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل أعنف هجوم للميليشيات سقط على إثرها أكثر من 30 عنصرا حوثيا بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وإلى جبهة البيضاء التي يستميت فيها الحوثي محاولا تحقيق أي تقدم، إلا أن القوات الحكومية ورجال القبائل تلقنه دروسا قاسية وتتصدى له بكل بسالة. وقد مثلت جبهة قانية محرقة للحوثي وعناصره التي تتدافع بالمئة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة سقط على إثرها عشرات العناصر الحوثية ما بين قتيل وجريح. كما حققت القوات الحكومية تقدما في جبهة العبدية الواقعة بين محافظتي البيضاء ومارب، ودارت معارك عنيفة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، حيث حاولت الميليشيات شن هجوم على مواقع القوات الحكومية، إلا أن الأخيرة أفشلت الهجوم وأجبرت الميليشيات على الفرار تجر خلفها أذيال الخيبة والهزيمة. تحاول ميليشيات الحوثي تجيير كل المناسبات الدينية والوطنية لصالح فكرها العنصري المستورد من إيران، ولعل احتفائها بذكرى عاشوراء بطريقة مختلفة كما كان عليه الوضع قبل ظهور هذه الجماعة ودعوتها للموت والخراب وممارسة التدمير في البنية والنسيج الاجتماعي اليمني. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. المسلمون يعتبرون هذا اليوم يوم عبادة يحتفون به بالصيام والابتهال بالدعاء، فيما يحتفي به الحوثيون بطريقة عنصرية تقليدا للشيعة الذي يعتبرونه يوم حزن كونه يصادف مقتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه. ويستغل الحوثيون كعادتهم مثل هذه المناسبات للترويج لمشروعهم العنصري المستورد من إيران والدعوة للموت والقتل الذي لم يجلبوا لليمن واليمنيين سواه منذ أن رفعوا السلاح بوجه الدولة وتبنوا مشروع إيران في المنطقة وأشعلوا حربا عبثية في البلاد يدفع ثمنها المواطن البسيط. خطاب ميليشيات الحوثي استدعى قرونا سحيقة من الفتنة وأسقط واقعا مختلفا وبائدا على يوميات اليمنيين، وفصلت المجتمع على أساس طائفية، وهذا الشحن الطافحي بلغة استحضار الماضي واستثماره لخدمة زعيم عصابة الكهنوت يأتي في وقت تداس جماجم قادة الميليشيات تحت أقدام رجال القبائل وأحرار القوات الحكومية والقوات المشتركة في جبهات مارب والجوف والضالع والساحل الغربية وكل الجبهات التي تواجه المشروع الطائفي في اليمن. وقسمت الميليشيات المجتمع اليمني إلى سادة وعبيد، وخصصت لبعض العائلات خمس أموال الشعب الخاصة فيما يعرف بقانون الخمس. واليوم تقسم المجتمع أيضا على أساس طائفي وبخطاب يتجاوز كل أسس التعايش والسلام الذي عاشه اليمنيون منذ أكثر من 14 قرنا بعيدا عن هذا الفرز المقيت والمفخخ. الانتصار للحسين وفق رؤية الميليشيات وبالحشد في الساحات احتفاء بمناسبة طائفية، ومنها إلى الجبهات للقتال إلى جانب عبد الملك الحوثي الذي يختبئ في الكهف ويرسل البسطاء والفقراء والمغربين إلى جحيم الموت دفاعا عن مشروعه الذي يصب في خدمة طهران. لم تترك هذه العصابة الدموية الهمجية طريقا إلا سلكته كي تربح نزال الحرب، ولم تترك جريمة إلا اقترفتها ولم يسلم من شرها بيتا في اليمن. ووصل الحال بها إلى صناعة كربلاء لا خاصة بها تتعلق بأستارها وتتوسل بدموع البكاء على الحسين للقتال في جبهاتها، وكأن الحسين يقاتل قبائل مارب للسيطرة على ثروات بلادهم. وبحسب مراقبين فإن ميليشيات الحوثي تتبادل الأدوار وتمارس النفاق والدجل وتطوع كل مناسبة وفعالية لتصبح حضبا لمحارق حربية مفتوحة ضد الشعب منذ 6 أعوام وعشرة أعوام قبلها من التمرد على الدولة، وتعتقد أن اليمنيين سيواصلون رحلة الإذعان لهكذا عصابة دموية وطائفية لم يشهد اليمن مثلها في كل تاريخه القديم والحديث. جراء القصف والقنص الحوثي لجأت بعض الأسر من مختلف مناطق مديرية التحيتة إلى قرية الذكير بالمديرية نفسها، وهناك تسترجع إحدى الأسر جانبا من مأساتها في منطقة الجبلية، حيث قتل قناص حوثي امرأة طاعنة في السن. نتابع.
هنا في منطقة ذكير بمديرية تحيتة مأوى للكثير من الأسر التي نزحت نتيجة القصف الحوثي المتواصل على منازلهم في منطقة الجبلية. تروي ربة الأسرة تفاصيل ليلة عصيبة وجرح غائر في قلبها لن يندمل، فبينما كانت في حالة فزع على أطفالها وتحاول جاهدة إدخالهم نحو المنزل ليكونوا في مأمن من القصف الهستيري للميليشيات، إذا بالنبأ يأتيها بأن أمها مدرجة بدمائها في إحدى المزارع إثر رصاصة حوثية استقرت في قلبها وأصابتها في مقتل. تعال وصل. تقنا نضغ عبنا ولا مي. سفنا عبنا ده بدل ما تلمنا ولا. طبعاً هلا إحنا خرجنا خلاص ولا إحنا ندخل عاد. الحادثة الأليمة كانت السبب في نزوح عائلات أخرى إلى قرية الذكير كي لا تتكرر تلك المأساة مجدداً، حيث ما زالت عالقة بكامل تفاصيلها في ذهن هذه الفتاة. قائمة عندنا نخل حقا. قايمة واتيت أدخل البيت توني متياب حقا توني الثياب حقا من أولا أتني من أولا أتني ضربنا هنا من أولا خزفا. معاناة أطفال منطقة الجبلية التابعة لمديرية تحيتة نموذج للواقع المأساوي الذي يعيشه أطفال وأهالي الساحل الغربي بفعل الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ التوقيع على اتفاق السويد، وآخر تلك الخروقات الهجوم الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة على منطقتي الفازة والجبلية الخميس المنصرم ضمن عمليات هجومية حوثية هي بمثابة الرصاصة الأخيرة لاتفاق السويد وفق مراقبين. أكثر من 20 شهرا على توقيع اتفاق السويد المشؤوم بحجة تجنيب أهالي الحديدة ويلات الصراع، لكن ما حدث هو الإبقاء على مكمن الشر ميليشيات الحوثي وتمكينها من تنفيذ جرائمها ضد المدنيين بغطاء أممي لتقتل وتنكل وتشرد آلاف الأهالي في الساحل الغربي على مرأى ومسمع جريفيث والبعثة الأممية إلى الحديدة والمجتمع الدولي. ختام الحصاد، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيه. مسيرة رافضة للانفلات الأمني في محافظة تعز. مواكب الموت الحوثية تؤكد مدى استهتار الحوثي بأرواح اليمنيين. عاشوراء مناسبة دينية تستخدم للتحريض السياسي. وصلنا مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذا الأسبوع، نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة من الأسبوع المقبل. أنتم الوطن بألف ألف سلامة وعافية. في رعاية الله.